للأخطاء التحكيمية لشريف إكرامي، لأنه هناك ما يشبه اللعنة من جانب الفرقة التونسية تطارد شريف إكرامي. ده تقرير عرض النهاردة في المصري اليوم. الحقيقة أنه التقرير بيتكلم على ما يشبه العقدة أو لعنة تونسية تطارده في المباراة اللي تجمع الأهلي أو منتخب مصر بأندية ومنتخبات تونس. طبعا كانت المباراة الأولى من الأهلي والترجي نصف نهائي دوري الأبطال في 2010 بالاستاد القاهرة، وتولى التقرير بعد كده أنه هو بيتكلم على ذهاب نهائي دوري الأبطال لنسخة 2012 تكررت في مستهل مشوار المنتخب المصري في تصفية أمم أفريقيا 2019 المباراة الأخيرة، وهي الهفوة مرة أخرى الرابعة إن صح التعبير فيما يتعلق بوجهة نظر المصري اليوم. رؤيتك الشخصية لشريف إكرامي في المباراة، وهل تشعر أنه هناك بعض اللاعبين قيل في الماضي القريب أنه حازم إمام ربما كان عنده عقدة على الفرقة التونسية في بعض الأمور من خلال تسجيله لعدد الأهداف، هل تشعر أنه في العكس بيحصل الفترة دي وأنه فعلا شريف إكرامي عنده ما يشبه العقدة التونسية؟ هو باش يكون ظهر لي فما عقدة أخرى اللي هي اسمها طه ياسين الخنيسي. كل ما يظهر لي كل ما يتقابل شريف إكرامي وطه ياسين الخنيسي بياسين الخنيسي مع طه تحديدا بيسجل له، لكن ما أعتقدش فيها. أنا شخصيا ما آمنش بحكاية العقدة ولا الحاجات هذه، لكن شريف إكرامي في اعتباري أنه فما مستويات نتاع حارس مرمى، هل انك انت كفؤ باش تكون حارس نتاع النادي الاهلي؟ الحارس يمكن يخطئ مره اثنين ثلاثه، لكن لما تكرر الاخطاء وقتها يلزم عليه هو نفسه مراجعه نفسه ان شاء الله. هل تحمله مسؤوليه الاخفاق اللي حصل بعد الهدف الثاني، ولا شايف انه ده خطا ربما يكون عادي شانه شان الخطا التحكيمي مثلا؟ تمام، في نذكرك في مواقع قبل في النادي الافريقي حارس النادي الافريقي اسمه خالد عزيز ماتش كاس افريقيا حسب ما نتفكر منذ تقريبا 8-9 سنين نفس الخطا عمله تقريبا. حارس كان متميز، حارس كان دولي، لعب كاس افريقيا 2004 اللي فاز بها تونس، كان ضمن المنتخب. بعد عمل نفس الخطا تقريبا، من وقتها الحارس هذاك ما عادش موجود في تونس. طيب ده كان شايف انه قرار عادل ولا قرار كان غير عادل؟ بصراحه خطا ما في حارس في قيمه النادي الاهلي وحارس دولي حارس الاول منتخب مصر ما يعملش خطا في مقابله في رهان نتاعها اللي هو ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ضد في مقابله ضد الترجي التونسي، وقت اللي الفريق نتاعو كان هو اللي ذاقت وكان هو محتاج انه يسجل الاهداف.